العزيز جمهور الترجي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبيرونسي نيوز. رجعنا لكم مع سبيرونسي نيوز، صحيح تولنا عليكم عندنا برشا، نعتذروا جميع مشاهدينا على هذا البعد عليكم. تو رجعنا لكم في الحلقة هذه اليوم، حلقة سبيسيال باش نحكيو على لاعب من لاعبين ترجي تونسي. كالعادة بدينا في الحلقات الفارتة، بدينا بلاعب من لاعب ترجي تونسي هو الياس الشتي، لكن في الحلقة هذه كالعادة باش نخليكم السسبانس. في الحلقة هذه باش نحكيو على لاعب ماهري عنده فنيات عالية، كذلك هو جزائري، مش نقولكم عليه تو على الاسم نتاعو. لاعب عنده فنيات عالية، هو الآن في الترجي التونسي بريسك من الوقت الحالي من ركائز تشكيل الترجي التونسي. نخليكم تشوفوا الفيتير هذا، تشوفوا مهارات اللعب هذا ونرجعوا نحكيوا عليه.
شمونا العزيز رانا يعني كما شفتوا اللاعب هذا هو عبد الرؤوف بالغيث، هو لاعب جزائري لعب في اتحاد العاصمه، لعب في نادي بارادو لين يلعب في الدرجه التونسي من مواليد 23 افريل 1996. كما شفتوا اللاعب هذا لاعب قاضي، لاعب مهاري عنده فنيات عالميه، متوسط ميدان هجومي كذلك دفاعي. كما تشوفوا قائم من مباراة لمباراة قاعد نشوف التألق نتاعو، قاعد يبدع، قاعد يوري اللي هو جوار عنده كاليتي بريسك من عناصر الأساسية في الدرجة التونسي وعنده بلاستو في التشكيلة، وإن شاء الله مازلنا نستنذيو الأكثر من هذا اللاعب. كما تعرفوا لاعب فنان مهاراته مازالوا كذلك عادت لك منتخب الوطن الجزائري. نتمنى يكون هذا اللاعب نمبر وان في الدرجة التونسي، وإن شاء الله يكون عنصر بارز، وإن شاء الله يعطي الإضافة في الدرجة التونسي. مازال نستناو منه الكثير، كما شفتوا لاعب عنده فنيات عالمية، وجمهور الدرجة التونسي مازال ينتظر منه الكثير. نتمنى له حد أوفر، وإن شاء الله يكون من عناصر الأساسية، وإن شاء الله يتوج مع الدرجة التونسي بكأس رابطة الأبطال الإفريقية هذا العام، وإن شاء الله تكون الخامسة. كما تعرفوا الأسبوع هذا الدرجة التونسي يتحول للمغرب لملاقاة نادي أسفي المغربي، وذلك من ثم النهائي من البطولة العربية. ذلك اللقاء سوف يدور يوم الأحد الساعة 7 مساء. نتمنى التألق والفوز الدرجة التونسي، وإن شاء الله الدرجة التونسي يرجعنا بنتيجة باهية، ولما لا يرجعنا بالفوز كالعادة كما متعودين. وإن شاء الله الكتيتر هذايا عام سنين في البطولة العربية إن شاء الله تكون من نصيب الدرجة التونسي. برشا ألقاب سنة تستنى في الدرجة التونسي، وبرشا خدمة تستنى كذلك في اللاعبين في لاعبين درجة تونس، وكذلك تسنى في مويد الشعباني. ونتمنى إن شاء الله يكون متوافق مويد الشعباني، وإن شاء الله تكون هذا العام مش كون عام متألق مويد الشعباني، من عام العام ديما متألق من أحسن لأحسن، وإن شاء الله تكون هذه مباراة جيدة وإن شاء الله نفوز. جمهورنا العزيز جمهور درجة تونس، توا ما كان أقول لكم كان ملتقانا في حلقة جديدة من سبيرونسي نيوز، توا ما أقول لكم كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملتقانا في حلقة جديدة من سبيرونسي نيوز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.